صار بي ريزوربشن كلش هواي بمحل فالتخوم يظل يوقع. احنا رأسا نقول للمريض سوي تخم جديد؟ لا، اكو محاولة اذا نجحت، شوف كلمة اذا اداة شرط غير جازمة باللغة العربية، اذا نجحت اوكي، ما نجحت لا، لازم نسوي تخم جديد. هاي المحاولة هي يا اما تبطين باللغة العربية، تبطين البطنة للتخم اللي نسميه relining، تبطين البطنة التخم، او اذا في بعض الاحيان الريزوبشن كلش هواي وكو خربط اخرى، نعيد القاعدة كلها، نحتفظ بالأسنان وعلاقتهم بالأسنان الجوة ونغير كل القاعدة، نسميه rebasing، يعني إعادة البيز هي قاعدة، إعادة القاعدة، relining تبطين. شوف المصطلحين relining تبطين البطنة للتخم ها بطبقة أخرى من الأكريليك بعد أن ناخذ إمبرشن، أو rebasing إعادة قاعدة. فاليوم المحاضرة مالتنا أشرح لكم شنو الريلايننج وشنو الريبيزنج، وبعدين راح أتطرق إلى موضوع آخر هو التخم من ينكسر شلون نصلحه، أو التخم من يوقع منه سن شلون نعوضه. لاحظ؟ فالمحاضرة اليوم هي محاضرة عملية، بس أنا ضمن المنهج أنطيكم إياها، وربما بالرابع ما ينطوكم إياها. فاليوم محاضرتنا هي relining and rebasing والريبير التصليح. فتعريف الريلايننج، شوف تعريف الريلايننج اللي هو التبطين، the process used to resurface، شوف resurface يعني إعادة الوجه، مو ريبيز إعادة كل القاعدة، resurface the tissue side. احنا مو عندنا ثلاث سايدات، التيشو أو الامبرشن سايد والبولشنج سايد والكلوزر سايد مال الدنجر. فاحنا ياهو نتعامل يامن نتعامل ويا التيشو سايد من جوا، then of the denture with the new material layer thus producing accurate adaptation to the denture foundation area. Okay. أما rebasing حكيتكم يا هو شنو؟ replacing إعادة the inner denture base، كل denture base material قاعدة، هاي كلها نقصها ها يعني بعدين ونحتفظ بس بالأسنان. اما الريلايننج لا، تبطين بس من داخل، ناخذ من بطنه شويه ونسوي عمليه التبطين. اوكي، الانديكيشن اوف ريلايننج اند ريبيزنج، لوس اوف ريتينشن اند ستابيليتي، لوس اوف فيرتيكال دايمنشن، لوس اوف سبورت اوف فاشيال تيشو، هوريزونتال شيفت اوف دنتشر، انكوريكت اكلوزال ريليشن شيب، اند reorientation of the occlusal plane. هذا اني يمتى نسوي الريلايننج او الريبيزنج، لوس اوف ريتينشن عندما يفقد الريتينشن، اكو شوف هنا لوس، حتى لا تقولوا لي اللي حضرون محاضرتي لوس اوف فيرتيكال دايمنشن، مو مجرد تشينج بالفيرتيكال دايمنشن، لان اكو حكايه راح تجي اذا هاي فيرتيكال دايمنشن ما نسوي له ريلايننج او ريبيزنج، لأن الريلايننج والريبيزنج يزيد شوية من الفيرتيكال دايمنشن، فأنت هو زايد وسوي له ريبيزنج وريلايننج لا، في حالة اللوس، لوس اوف سبورت هوريزونتال شيفت، من تتغير العلاقة مال السنترك شوية مو هواي تكزو يعني انكوركت كلوزر ريليشن تقدر تغير، وإذا كان الاورينتيشن مال الكلوزر بلين تقدر تغير.
الكونترا انديكيشن وين ذير از انكريز مثل ما ذكرتكم. زين ان ساتسفاكتوري جو ريليشن شيب تماما ريليشن شيب غلط مو شويه تغيير ما تصير. بور استاتيك لان انا راح ابقي الاسنان انا راح اغير بالقاعده فاذا بور استاتيك شو اسوي؟ اكسسيف ريزومشن اذا ريزومشن كلش كلش هواي يعني شخص خلال 10 سنين من كان عنده يعني رج قويه صار الى فلات فاذا وصل الى فلات ما يحل هذا الحل الا اسوي له تخم جديد. سيفير اوسيوس اندركات اذا كانت اكو اندركات بالعظم كلش قويه وتريد تسوي ما يصير. دنشر كوزنج ميجر سبيتش بروبلم لانه السبيتش بروبلم منين تجي؟ تجي من خلال وضعيه الاسنان. فانت اذا تغيرت عند الكلمات كلش هواي ما تقدر تغير بواسطه الريلايننج والريبيزنج. واذا اكو تي ام جي بروبلم لا نوبات الريبيزنج الريبيزنج او الريلايننج يزيد المشكله يزيد المشكله. فذني كونترا انديكيشن محاذير. الامبريشن ناخذها احنا مرينا على الامبريشن والتايب مال الامبريشن ما ناخذها استاتيك ميثود يعني هذا وعندكم يا اما الاوبن ماوث تكنيك والكلوز ماوث تكنيك اذا انا ما شارح لكم اياها بالتفاصيل ربما بالرابع تاخذوها بالتفاصيل. الفانكشنال ميثود والتشير هذا راح اطلق لكم اياه التشير سايد تكنيك يعني نقدر نسوي تبطين او تغيير قاعده والمريض قاعد يمنه مريض قاعد يمنه ما نروح نوديه للمختبر ونجيبه بس مو معناها انه هذه القاعده من او هاي الشغله هي احسن من الشغله الرئيسيه اللي نوديه للمختبر لا هذه حل سريع ومؤقت بس لكن هل هو نفس الكفاءه؟ لا. اوكي هسه شنو اللابريتوري بروسيجر فور ريلايننج شلون؟ احنا بالعياده ناخذ حتى تفتهمون ناخذ امبريشن بالدنشر ناخذ امبريشن يا اما بالتكنيكات اللي ذكرتها الان يعني الاوبن او الكلوز او الفانكشنال او كل من هذا مو ونصبه للتخم هو بالامبريشن يعني امبريشن ماخذين به ونصبه وكانما هو سبيشال تري كانما هو شنو؟ سبيشال تري. صبيناه بالستون والبلاستر ومن فتحه شوفوا هاي النقطه الرئيسيه احنا بالامبريشن من نصب نفتح لا هنا ندز للمختبر التخم وهو مصبوب عليه وندز له بالمختبر. ابو المختبر ايضا مجرد ينظف الخارجي مالته حواف كلها ينظفها ها ويدخله الى عمليه بالمحاضره رقم 6 يمكن البروسيسنج يدخله بالفلاسك بدون ان يفصله. هاي النقطه المهمه حتى انا وصلتكم الى مرحله انه شلون ندزه للمختبر والمختبر شو يسوي هسه. طبعا هنا هاي الاولى البيدنج والبوكسنج اوف امبريشن مثل ما قلت لكم هاي قبل الصب حتى نحافظ على البوردر. The denture and the cast are not separate ما ينفصل ما نفصلهن مثل ما ذكرت اني. The required amount of tissue surface of existing denture is limited. هنا ها نجي من بطن التخم ناخذ شويه بالبير والانجن ناخذ من بطنه زين تيشو سيرفيس ناخذ من بطنه بعدين ناخذ بالامبريشن ها نوديه للمختبر يسوي واكس انيمينيشن ورا ما يسوي فلاسكينج هيت بعدين يسوي يفتح الكاست من سوى فلاسكينج فتحها صار التخم بجهه والكاست بجهه. في حاله الريلايننج التبطين ها نقدر ناخذ بعد شويه من البطن
ونخلي طبقة من الأكريليك، ها من الأكريليك، ونضغط هاي الطبقة صارت أبطالة. في حين بالريبيزنج نفس البروسيجر، بس بالحالة نشيل كل القاعدة ونبقي فقط الأسنان، ونبقي فقط الأسنان، وبنخلي أكريليك، ها راح يعيدنا كل القاعدة على إمبرشن جديدة. زين، هذا الفرق بينات wax elimination, painting a cast with the separating medium, paint the surface of denture with cotton, يعني moistures. لازم نخلي حتى يعني حتى نخلي دائما علمتكم انا من يصير عندكم شورت بالسبيشال تري وتريد تخلي شويه بعد اكريليك، شو تسوي؟ تنقع القديم، تنقع بمونيمر مثل ما تنسون الهاندل وغيره، ها وتيسوون هاندل جديده، تخلون مونيمر على القديم وتسقون الجديد. الميكس اكريليك ريزن هذه كلها البروش يعني شغلات المختبريه. شوف هاي الصور، ها شلون اخذ امرشن، شلون اخذ امرشن، شوف هاي الصوره، هاي شلون دا اخذ اني امبرشن للمريض حتى اسوي له ريلايننج او ريبيزنج. وفي اكثر الاحيان نوبات نسوي ما يسمى بالبوردر موديلنج حتى قوه الروتيشن تزيد. شوف هذا البوردر موديلنج، زين، ولو انه هذه شوفها بالرابع تاكدون عليها، هذه سوى هو هذا البيدنج والبوكسنج اللي مفروض شفتوه، هذا هنا نسوي بوكسنج، هذا بيدنج اللي خلى شمع داير ما دايره، والنوب هذا البوكسنج سواه مثل البوكس، النوب صبه زين صبه بلاستر وستون، زين فتح هذا بالقالب، كلها هاي العمليات عمليات مختبريه. هذا شوفوا شلون دا ياخذ من الانر سايد مال التخم من جوه فد كميه، ها زين، وبعدين نسوي له كيورنج يعني نطبخ، نخلي شم نخلي اكريليك ونطبخ زين، remove from the articulator، هاي عمليه التبطين بالخطوات. هذا التبطين. الريبيزنج، ريبيزنج قلت لكم نفس الخطوات، بس لو ارجع لهذا السلايد، شوفوا هذا السلايد لو رجعت له، هذا دا ياخذ بس شويه من بطن التخم، شويه من بطن التخم، في حين بالريبيزنج، ريبيزنج المفروض يشيل كل القاعده ويحتفظ بالاسنان. وبعض النظريات تقول لك سوي شمع جديد، سوي شمع جديد على الاسنان القديمه. بس اذا استاذ واحد منكم يقول دكتور ليش ما بدي الاسنان؟ لا، احنا نريد الاسنان باقيه بمكانها in the same centric same vertical dimension، فنسوي تشميع، ها وبعدين التشميع هم الموعه ونخلي مكان الاكريليك. بس السائد، السائد انه بالفلاسك، بالفلاسك نقص القاعده كلها ونذبها، ونذبها ونخلي اكريليك لقاعده جديده. هذا يعني ده يكون the same as relining procedure with the same difference in included difference impression made and cast produced in the denture as relining procedure نفسها. زين، ومثل ما قلت لكم انه نفس العمليه، بس هو هنا شنو نشيل كل القاعده ونبدلها بقاعده جديده، ولذلك سميناها كلمه ري اعاده بيزنج يعني القاعده. هاي هنا صور همه، شوف هنا أنا اول ما يسوون هذا يسوون ما يسمى بالبوردر موديلنج حتى يعطي ريتينشن اكثر، بعدين وراها ياخذ امبرشن ماده من مواد الامبرشن، ها ويصب القالب بهالطريقه هاي صبه. بس هنا النقطه الرئيسيه مثل ما قلت لكم ما يفك، هنا ما يفك زين، ويودون نوبات الى ارتكليتر كامل، ها ويشوفون علاقه السنترك مضبوطه لو لا، ما هنا ما ينفك هذا، هذا راسا يروح الى الفلاسكينج، وورا عمليه الفلاسكينج
يلا نفتحها ونموع الشمع ونخلي نقص هاي القاعدة كلها، كل القاعدة نقصها، هاي القاعدة كلها نقصها بالفلاسك، ولما تطلع بالفلاسك نذبها ونسوي باكينج جديد حتى يصير لنا قاعدة جديدة. تشوفون ها هاي الطريقة اللي قلت لكم، قسم للطرق شو يقول لك؟ يقول لك سوي شمع جديد، زين خلي عارف كريتر جديد، ها بس الأسنان باقية لنا في سن المريض. شوف ليش هسه واحد منكم يقول لي دكتور خلنا نبدل؟ لا، اكو مرضى تعود على الشكل نفسه، نفس شكل الأسنان، تعود على السنترك نفسه، ما تقدر انت تجي تغير له سنترك هسه بالاخير، مجرد التخم مالته مرتاح عليه، بس نتيجه انه صار راخي، صار راخي نتيجه الريزوربشن، فشو نغير له؟ نغير له بس القاعده، ها بس القاعده. فشوفوا جابوا كامل وخلوه بالفلاسك، خلوه بالفلاسك على يعني سوى شمع جديد، هاي طريقه ثانيه انه يسوي شمع جديد، بس الطريقه السائده لا، القاعده القديمه نقصها داخل الفلاس ونخلي اكريليك القاعده جديده. هذه حكيت لكم عليها الطرق العلميه. شوف بس اريد نقطه ملاحظه، يجوز اني ما ذاكرها هنا بس اتفيدكم خلال حياتكم العمليه، مو معناها اول ما تشعر رخاوه قلت لكم اياها بالتخم اليوم والله خلنا نسوي له ريلايننج او ريبيزنج، اولادي خلوا ببالكم يمكن العمليه تنجح 50%، بس 50% نتيجه خطا ما، خطا ما تصبح الحاله أسوأ، تصبح الحاله أسوأ. فانت تقول له للمريض هاي يعني من عندي لكم انتم اطباء المستقبل، تقول له انا راح احاول، شوف كلمة أحاول، أن أبطله، إن نجحت العملية خير على خير، إن ما نجحت يا أخي أو يا أختي لازم نسوي تخم جديد، لأنه عملية الريلايننج والريبيزنج مو دائما تنجح، لأنه بأثناء عملية الإمبرشن يصير تحرك، يصير شفت، فيتغير السنتريك، يتغير الاستاتيك، وانت جاي تاخذ الامبرشن تحركت الامبرشن شويه لي قدام، فانطتك وضع جديد، الوضع الجديد راح يطلع لك السنون لي قدام او يزيد لك فيرتيكال دايمنشن. فتخلي ببالك من تحكي ويا مريضك تقول له انا عندي محاوله، ها ان نجحت خير على خير لانه تكاليفها وقتا وفلوس اقل، بس ترى اذا ما نجحت لازم نعيد التخم حتى لا تتفاشل ويا مريضك. هاي الطريقه اللي حكيتها انا. الطريقه الثانيه اللي هي بالعكس انه اسهل واقل تكاليف، وتشوف وتقول للمريض، تقول له هاي راح اسوي لك العمليه انا، بس ترى هذا لبطانه، ها طبعا انا ريلايننج فقط مو ريبيزنج، ريلايننج يسموه هنا تشير سايد، يعني وانت يمك المريض على قاعد على الكرسي مال الاسنان وتقدر تسوي هاي العمليه للتبطين. شلون هاي؟ ها نجي للتخم ماله ناخذه من جوا شويه فد مليمين من بطنه، ها من بطنه اكو ماتيريال جاهزه يعني يسموها سوفت لاينر، سوفت لاينر شوية هذه مشابهة إلى الكورديكيور بس بها تحسينات، تخليها داخل التخم وتخليها بحلق المريض، ها وتعمل كأنما تعمل إمبرشن، ها من يصير بي سيت هاي الماتيريال، يصير بها سيت، تقص الزيادة، تقص الزيادة والمريض تشيكه انه ريتينشن جود، استاتيك جود، يعني ها يروح المريض يقول لك دكتور منظري باقي نفسه، صار اقوى، ها بس هنا ما ادري ذاكرها انا وما ذاكرها، انه انت هذا التبطين يجب ان تعيده من 3 اشهر الى 6 اشهر.
ليش؟ أول مرة يصير بيه دايمنشنال تشينج، ربما التخم يرجع يوقع، ها؟ والثانية إنه يلم بكتيريا، يلم بكتيريا، يلم بكتيريا ويصير ريحة جايفة بالحلق، ها؟ يعني لا ست أشهر والله ما تنطاق، حتى أنتم من الشينون القديم وتريدون تسوون جديد لازم تلبسون كمامات ولو تعلمتم على الكمامات، ها؟ لأن الريحة، فلذلك لازم يعيده. فهذه الماتيريال has often produced chemical. شنو سوالفها هسه؟ يقول لي شنو، واحد من الطلاب يقول لي دكتور فضها خل سويها بهاي الطريقة السرعة، هو قاعد المريض ومبطله ونروح شنو راخذ الامبريشن ومدينه للمختبر والرجعة من المختبر، شنو الأشياء اللي ممكن أسوي؟ أول مرة ممكن أن هذه المادة تطلع يعني تسوي لك حرقة بالحلق أثناء ما تأخذ الامبريشن، المريض يقول لك دكتور حلقي اشتعل نار، زين يعني لأن هاي المواد من أنا أذكركم من اشتغلنا بالسبيشال تري، ها مو بالأخير طلعت حرارة سميناها كولد كيور، يعني ولا التفاعل هي تبعث حرارة، فهاي المواد أيضا تبعث حرارة، فالمريض يقول لك دكتور اشتعل حلقي فدنا، الكولر مالت اللون يتغير، زين يعني مستوى الخطأ يكون أكثر، زين يعني نسبة النجاح تكون أقل، وبالإضافة إلى السبب اللي ذكرت آني هو أنه يصير كورونيز، يعني مكان لنمو البكتيريا والما يؤدي إلى very bad odor. هسه نجي إلى موضوع ذاك حكيت أنا عن relining والrebasing. زين؟ هسه أحكي على موضوع التخم إذا انكسر، وبعدين أنتقل إلى موضوع إذا وقع منه سن أو انكسر منه سن. تقدر أنت تسويها بالعيادة. يعني مكان ما توديه له بالمختبر. وبالمختبر ياخذ فلوس، بالاضافه الى الفلوس على مو كل شيء فلوس، انما المريض ما يقدر يترك تخمه يوم يومين، ها فتقدر انت تسوي هاي البروسيجر بالعياده مع تصليح التخم، ها؟ وتخلي الفليسات بجيبك، وفي نفس الوقت انت وفرت على المراجع وقت. التخم في اكثر الاحيان، خافاني ما اتابع لكم السلايدات كلها يعني واحد واحد، أكثر الأحيان يجي التخم وخاصة الفوق، خاصة الفوق يجي مكسور من النص أو منطقة الميدلاين، أكثر مكان للكسر مال التخم هو في منطقة الميدلاين، لأسباب أول سبب إنه الميدلاين موجود ما يسمى بالميدل بليت الريفي، هذا عظم فيكون انستابل، ها وانت ما مسوي له ريليف، يعني عندك الموضوعات ما مسوي له ريليف، ها فلذلك اكثر كسر تصير بالنص. وفي اكثر الاحيان نوبات ضغط الاسنان اذا كان عنده ناتشرال طبيعيه، خاصه الجو طبيعيه والفوق كومبليت، من الضغط القوي يؤدي ان هنا راح يصير الضغط بالمد هنا هنا فيؤدي الكسر. هنا one of the advantage of using acrylic resin denture base، يعني واحدة من فوائد تبعون انتم اكو ترى قواعد لبتخم معدنية مو acrylic كروم كوبالت، بس احسن انه انت تستعمل هذا الاكريليك، لان الاكريليك الى القابلية مال التصليح، المعدن ما الى قابلية مال التصليح، زين it can easy to repair a broken denture which is always to patient may be repaired easy to that it is a can be useful device in the early day repair done with قبل هذه الملاحظة قبل كنا حتى احنا انا لحقت عليها وكان المريض مسكين ينطينا فلوس، ها نقول له نسوي لك اياه حتى ضحككم نسوي لك التصليح على الحار لو على البارد فكان المريض
نقول له احنا ايه لان الحار قوي. فهو ايش نقصد بالحار والبارد؟ نقصد التصليح يكون بهوت كيور لو بكولد كيور. هوت كيور لازم اوديه للمختبر، كولد كيور اي كان دو ات ان ماي كلينيك. احنا وجدنا انه بالكولد كيور احسن، احسن بشغله ومو احسن بشغله. احسن بشغله انه اول مره كلش بنفس الوقت تقدر تسوي. النقطه الثانيه انه انت ما تعرض التخم كقاعده واسنان ما تعرضهم الى حراره. يعني ابو المختبر لو وديته قلت له سوي لي هوت كيور راح يتعرض التخم الى بروسيجر حراره ومي، ممكن ان يصير بي دايمنشنال تشينج ويغير لك الاكلوجن وجاي يكحلها مثل ما يقول لك اجي عماها. فالكولد كيور ما يتعرض، بس لكن الكولد كيور المده مالته يعني اقل، يعني مو قوي، مو قوي. فلذلك يفضل الكولد كيور افضل من الهوت كيور من ناحيه انه احنا نتجنب ما يسمى بالويربج او which is happening in the danger from the overheating مال اللاري. اوكي التايب ماتيريال يوز طبعا سيرف كيور لايت كيور والهيت كيور. خلينا السيلف كيور اول واحد لانه هو المون يعني الموست كومن. الكوز مال دنتشر فراكشر انا ذكرتهم، نو سفيشنت ريليف بالميد لاين، ريج ريزوبشن ذكرتهم، كيرلس يعني المريض بد واحد اهمال يوقع كل ساعه من عنده بالقاع، والفتيك نتيجة استعماله فور لونج تايم. تدرون كل ماتيريال يصير بيها فتيك، الفتيك يعني تعب تضعف. شلون يقول له من كثر الدق ينفك الحديد، مرور الزمن هاي الماتيريال تضعف فنسميه فتيك اوف ذا اكريليك. هاي اسباب الكسر. بس هو اكثر مكان اذا سألت اكثر مكان بالكسر ياهو تقول upper denture mid line. upper denture mid line هذا المكسيلري دنتشر بيز فراكتشر when all of the part is available. ها نقطة، شوف أريد أرجعكم شوية لورا. هاي هذا شوف الكسر، شوفوه هذا الكسر مجرد أخلي قطعة على قطعة. ها أوكي ماكو قطعة مفقودة، ماكو قطعة مفقودة، بس في بعض الأحيان تجيني كسرات لا أكو قطعة مكسورة مفقودة. زين فلذلك هسه راح أشرح لكم في حالة إنه ماكو قطعة مفقودة، عفوا ماكو قطعة مفقودة يعني part available وباللور available وبعدين replacement broken missing tooth or teeth هاي الاسنان missing of the lingual bone. يعني راح اتطرق الى هذين النقاط الاربعة. فاول عملية راح اتطرق الى المكسيلري دنتشر بيز فراكتشر when all of the parts are available. زين ونفس الشيء بالنسبة للثانية للماندبل نفس الشيء، بس بعدين عندنا نتطرق الى الريبليسمنت مال الميسنج الفراكتشر توث السن المكسور وفقدان السن الكامل، واذا نقطة مكان بالفلانج مفقودة فراح نتطرق لهن وحدة وحدة على وجه السرعة. لابوراتوري بروسيجر ها اكيوريت سمبلي او بروكن. لو اطلع لكم الصور يمكن ها افضل وبعدين انتم طلعوا الشرح. شوفوا هذا مكسور من الميد لاين، اجي اني اطبقهن اخلي ما يسمى بالستيك واكس هنا من اطبقهن شمع اسمه ستيك يعني ستيك لاصق ستيكس واكس. هذا الاصفر هذا شوفونه اصفر هذا ستيكي واكس، ستيكي واكس شمع اللاصق الحمل طرف الصفحتين بس باعوا انتبهوا لي وتذكروا عدنان دكتور عدنان انه من البطن انا حمتهن منها من برا، حمتهن من برا يعني طبقتهن من برا، بس اشيك من داخل خاف من حرفه، خاف من حرفه. لا يجب ان تكون من الداخل ايضا ملصوقه
نعم وراها يا اما اجيب بيرس حديد حتى قوي سند خاف هذا الشمع يصير بيه شويه حركه، اجيب حديد البيرس هاي هاي والزق عليها شمعه منا وشمعه منا ورا ما الزقت الرئيسي هذا زقت الرئيسي ورا فد بيرزين او نوبات ورق ايش اسمه عود مال شخاط عود مال شخاط اخلي منا ومنا منا ومنا حتى ما اسمح ان يطي نفسه باثناء الصب. اذا اكو اندركات اسدها بالشمع، اذا اكو اندركات هاي اندركات سديتها بالشمع حتى لا يتشلب باثناء الصب، ها خليت شويه سبرينج ميديوم عازل فازلين وغيره صبيته واقلب الهذا اقلب الهذا كله قم ورا ما خليت هذين التقويات الثنين اقلبه واصبه بالبلاستر. اوكي صبيته بالبلاستر نشف البلاستر وش نشف البلاستر اجي احلكه بالواكس نايف منا ومنا اطلعه هو مكسور وارجع ارجع شلون كنت اقول لكم حركوا للسبيشال تري حركه وارجع اقعده على القالب. ورا ما رجعت على القالب خليني بهاي الصورة احسن اشرح لكم اسوي زيكزاك اقص من التخم هذا منا ومنا زيكزاك هيك زيكزاك منا ومنا احفر بالبير واجيب اكريليك الكولد كيور واخليه هنا خليه هنا بالزيكزاك ورا ما طبقته ينشف لزق التخم نوعمته بولشته وانطيته للمريض. يعني المريض يقعد برا انت خلصت عمليه التصليح. هين؟ عمليه التصليح نوعمته وانطيته له. هذا فراكتشر ايج هاي كلها مين؟ ذا بيس اوف دنشر ار يعني ريزامبل هذا كل التفاصيل حكيتها بنقاطها الى 13 واحد عمليا. هذه المفروض هي تدرسوها بالعملي بس هو الصناعه بصراحه النظري مالها لازم يعني هو استاذ النظري يطبق وياكم الخطوات العملي وهذا معروف على صناعه الاسنان النظري مالها هو لكمله ولشرحه هو العملي. اكو كلمه هاي خاف واحد ما يعرف ليها بوريسيتي. شنو كلمة بوريسيتي؟ أنا ذكرت لكم قلت لكم الكولد كيور ها ما يخلينا نغير التخم ويصير حرارة بس اكو شيء اسمه البوريسيتي وهو انه تصير به ظروف ما تنشاف صح بالعين ها يعني فقاعات هوائية شو يسموها بالعربي ها ما تنشاف بس يشوفونها نقاط هاي نسميها بوريسيتي تحدث بالكولد كيور اكثر ما تحدث بالهوت كيور. هاي البوريسيتي يعني اذا صارت وتصير بالكولد كيور تضعف التخم تضعفه ايش قلت لكم ورا مده وينكسر. والنقطه الثانيه مثل السوفت لاينر ماكو الماتيريال اللي بطلنا بيها ممكن ان تنمو بكتيريا داخل هاي الثقوب اللي ما تنشاب بالعين وتولد فدريحه جايفه. زين فاكو جهاز هسه يسموه يعني بو كالما الاكريليك اكو جهاز ايفوميت ايفوميت يقلل هاي البوريسيتي انه انت من خليت الاكريليك عليه تخلم هذا الجهاز جهاز يعطي حراره ومي ها فيطلع لك الشغله مثل الهوت واقل بوريسيتي. فخاف يمر عليكم جهاز اسمه الايفوميت ها نخليه بحدود 10 منت وضغط نثبته بضغط. هذا الايفوميت هسه جهاز في اكثر المختبرات موجود راسا تعطيه يعطيك شغله هي احسن من الكولد كيور اللي تسويه بايدك ولكن مو احسن من الهوت كيور بس يمشي الامور ويقلل البوريسيتي ويقلل الشغلات نسميه الايفوميت هذا حكيت عليه اني.
شوف هنا قصينا منا ومنا، سوينا مثل الخياط فراغ مثل الخياط بهاي الصورة، جبنا الأكريليك خلينا ندخله بالآيفوميت إذا عندك آيفوميت، وإذا ما عندك لا كولد كيور عادي وتنعمه وتمشي الأمور زين، بس الآيفوميت. فهنا أنا سويت مو هذا التخم، قصيت زجزاك منا ومنا، وجيت خليت الأكريليك ورا ما طابكهن، فطلع لك شوف مثل الخياط هنا نعمته ونطيته إلى المريض. هسه replacement of broken or missing tooth. أيضا أنا راح أشرح لكم إياها على الصور أفضل. هذا سن مكسور، ها هذا سن مكسور، شلون أنا ما أقدر أشيله للسن وأخلي سن آخر وبكيفي؟ يعني السن اللي أخليه يجوز ربما طالع، ربما طاب، ها ربما عالي، تغير شكل المريض اللي تعلم عليه. فأنا شلون ها شلون أحافظ على البوزيشن والكلر واللون مال السن قديم، مو أخليه لسن أو دكتور شو تغير، هذا طلع لي قدام هذا رجع لي ورا. فنجي نخلي بلاستر هنا قبل لا نشيل السن، نا كأنما ناخذ قالب هيج هنا خوش أخذ وضع السن. شوف هذا هنا مبين، هذا هنا مبين، ها وضع السن هنا وراها من أخذ وضع السن. هذا البلاستر شلته كقطعة، شلته كقطعة، أشيله للسن، أقصه، أذبه، ها أقعد سن، وكل مرة أشيك ويا هذا القالب هل السن قاعد بمكانه نفس المكان الأولي؟ شوف الخطوات، أول مرة خلي مثل البلاستر حتى ياخذ لي وضع السن القديم وضعه ومكانه، وراها أشيله للسن المكسور، وكل مرة أشيل هاي وأطبق تطباق خلي السن جديد آني، وقصه خاف واحد يقول أقصه شوية من جوه، ها وخلي له كولد كيور شوية بس يقعد بنفس المكان اللي أخذنا له صورة هنا. لو أرجع إلى الخطوات، the fracture tooth is cut away, the area lingual to the fracture tooth reduced using small bear, then the mold and shade of the tooth لازم اللون كلش مهمة. Fix the tooth labially by stick wax. هذا stick wax قلت لكم عليه الشمع اللاصق. Tooth to be repaired is removed together with the wax. هو الشمع زين. Accurately original position يعني الoriginal position مالته المكان هذا. Self cure مثل ما قلت لكم، هم من وين نودي وين نقدر نودي للآيفو الايفومير اللي هو الجهاز اللي قلت لكم خلال 10 دقائق يعطيك نتيجة افضل من الكولد كيور بوحده، ولكن ليس افضل من الهوت كيور. بعدين نسوي له بولش. اما اذا ريبليسمنت يعني سن وقع ما عندي مشكلة، صدقوني ما عندي مشكلة مثل ما السن المكسور، لانه الوقع مكانه موجود كأنما فت. أنا مجرد آخر شوية أسوي له زرف من قاعدته، وأسوي زرف ثقب بالدنشر، وخلي لي شوية كولد كيور، ها وقعد التخم السن الجديد. أكون أبغى مرضى يجيبوا لي السن نفسه، هاي بعد ما عندي مشكلة. وإذا لا ضاع السن من عنده، مجرد ألقى اللون نفس اللون، اختار السن، اقعده، انظر له قصه يعني يقعد بمكانه، ها القاعده، ازرف ثقب من داخل قاعده السن، ثقب بالدنشر، واخلي شويه كولد كيور واقعده. اوكي هنا انا التلف مثل ميد الجينيت نوبات.
هنا تقول اما اذا replacement of the missing or lost part. انا هناك حكيت على موضوع السن اذا كان كله مس بس هنا replacement of the missing part. يعني اكو واحد من الطلاب راح يسالني انا شرحت على يعني تكمل السلايد اللي قبله اذا قطعه مفقوده يعني وقعت وراحت بالفلانج دكتور شو اسوي؟ انت شرحت لنا اذا كان القطعه موجوده كلها هنا يا اما نجي نخلي هذا الستيك وكس الاخضر خليه واحنا نحميه والموعه ونخليه بحلق المريض ونسوي له ادابتيشن بحلق المريض يعني نكمل الوصله هاي الناقصه وبواسطه هذا الكمباوند بس وين نكملها؟ نخليه بحلق المريض وراها نصب قالب والوصله اللي عوضناها بالكمباوند ها صب قالب ونموع الشمع ونعوض كولد كيور ونعوضه كولد كيور ما تخيلت الشغله لا مثلا هسه عندي هاي القطعه مكسوره هاي هسه هذا التخم هاي القطعه مكسوره اجي اخلي هنا فوقها هاي اخلي هذا الكمباوند الاخضر واخليها بحلق المريض و اخلي الخد مال المريض او اللسان يطابقها بايدي باصبعي الى ان يطلع التخم مالتي ويا هذا الكمباوند اصبه نفس عمليه التصليح ها صبيته راح تطلع هاي القطعه صورتها وين؟ بالقالب الجديد اشيل هذا الكمباوند ويتعوض بكولد كيور او الطريقه الثانيه انه ناخذ نخلي التخم حلق المريض ها بدون هذا الكمباوند وناخذ امبرشن للمريض والتخم بحلقه فالامبرشن راح تطلع مكان القطعه المكسوره او الرايحه الضايعه ها من نصبه يعني خلينا امبرشن احنا نصبه راح يطلع التخم ومكان القطعة المفقودة أصبه من صبيته هاي القطعة المفقودة أعوضها بأكريليك يا أما مثل ما قلت لكم الطريقة الماشية هسه الأيفو اللي هي أخلي أكريليك ها مثل كولد كيور بس نوعية خاصة ودخله بهذا الجهاز مدة 10 دقائق تطلع لي هاي الوصلة كاملة كل هاي الحلول حشيتها أنا ريبيزنج relining, rebasing, تعويض حالي خلوا ببالكم وارجع اكرر تقولون للمريض انه هذه حلول مؤقته مشون بها الامور خاصه المريض اذا كان مرتاح الى تخمه لا تحاول ان تسوي له تخم جديد لان العضلات كلها تعلمت على التخم الناس تعلمت تشوفها بهالشكليه ها فلا تسوي له تخم جديد الى ان يصير وضعيه التخم فدنه بيضل يوقع بعد ما يتحمل المريض يلا تفكرون في تخم جديد هاي فيها في حاله المريض كان مرتاح الى تخمه فور لونج تايم 10 سنين منظره وشكله ومتعلم عليه اما اذا وصل الى مرحله لا بعد العضلات مشيله يضل يوقع ذاك الوقت نسوي تخم جديد ريكويرمنت فور ريبير لازم شنو الريبير انا يمكن ذكرت يمكن بالشرح ماست ريستور ذا اوريجينال سترينث يعني تاهل تقدر له انه نفس القوه هذا الا في الهوت كيور يعني بالايفو مير لا مو 100% ماست افويد فيردر فراكشر تحاول انه قدر الامكان اذا كان الكلوجن غلط غيره صلح حتى لا يصير كسر ثاني ماست ماتش ذا اوريجينال ماتيريال كلر اللون وماست ريتين دايمنشنال ستابيليتي لازم كل شيء لا أرني يعني ليس كل شيء ما يدركه المرء يبغيه ما ادري ما يقولون هذه يعني احنا نبغي من الريبير او من نبغي ذني بس هل راح نحقق ذني ما اعتقد راح نحققهم 100% اللي هنا must restore the original lace strain must avoid the further fracture must match the original material in color must retain the dimensional stability.
بس هاي ريكويرمنت، هاي متطلبات جلدتك رح يحقق من عندك انت اللي قدام. خلي المريضك حكايه بانه يابا انا ممكن ما احقق هاي كلهن، ها، واذا حققنا نعم الله، واذا ما حققنا ترى لازم يكون دنشر جديد. اعتقد لا تسمعوني ولا نعم دكتور. هذه المحاضرة ها قلت لكم انه هي عملية، بس على الاقل من تقعد انت حتى ولو بصف ثاني وتقعد يم قرايبك وكما كان ويقول لك هذا التخم مالتي انكسر شو اسوي له، مو يجوز انت ما تسويه، بس على الاقل تحكي بلغة الطبيب، ها، مو تقول له ما اعرف شلون. وبالرابع المفروض يا تعاد المحاضرة، هالثاني صف رابع راح اعيد لهم المحاضرة مرة ثانية اللي هي مال الريلايننج الريبيزنج الريبير، ها. اكو واحد عنده سؤال؟